مرحبا وشي أصدقائي، جيتكم بفيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قرأتوا في العنوان، اليوم يا أصدقائي راح أقول لكم متى يخلص تحديث الكريسمس ومعلومات وأشياء اليوم بهذا الفيديو. تمام يا أصدقائي، لكن قبل أن نبلش بالفيديو حطوا لايك شكل القناة وفعل الجرس وخلونا نبلش بهذا الفيديو. ليتس جو. طبعا أول شيء أريد أقول لكم عن تحديث الصين. تذكرون لما نزلت لكم فيديو انه تحديث الصين وتسريبات واشياء ومكان فيبي اصدقائي، لكن تخيلوا روكسي نشرت لي الفيديو. خليني اوريكم اياه هنا. روكسي نشرت لي الفيديو، لكن الغريب مو هنا، الغريب انه بيكيكزي دائما تختار الفيديوهات اللي هم مفكرين، بيكيكزي دائما تختار الفيديوهات اللي تتكلم عن الموضوع اللي هم مفكرين يسووه. تمام، فبيكيكزي حطت لي الفيديو تبع الصيني اصدقائي تسريبات تحديث الصين 2023. اوكي اصدقائي، يعني هذا شنو يأكد؟ يأكد ان بيكيكزي راح تنزل هذا التحديث اصلا، وطبعا الفيديو اول واحد حط لي اياه فروكسي اللي حطته، فاكيد اكيد يا اصدقائي يعني راح ينزل التحديث، لانه صدق يعني بشهر واحد راح يصير عند الصين وهذه الاشياء. طبعا نزلت لكم معلومات، روح شوفوا الفيديو هو موجود بعد باللعبه، روحوا ادخلوا على اللعبه واضغطوا عليه اول واحد وحتشوفون معلومات وسوالف. وشكلها روكسي شايفه الفيديو ونشرت لي لانه يتكلم عن الشيء اللي هم فاكرينه اله. اوكي اصدقائي، فان شاء الله يكون هذه التوقعات صح بعد ما نشرت لي هذه روكسي، فان شاء الله كل شيء صح. تمام، خليني اقول لكم احنا موضوع الفيديو اساسا في العنوان مكتوب انه موعد انتهاء تحديث الكريسماس. اوكي طبعا يا اصدقائي، شو الفائدة من هذا الفيديو؟ طبعا الفائدة من هذا الفيديو اني انبهكم على انه تحديث الكريسماس قرب حال انه يخلص، فعلى مود انه تشترون الاشياء اللي حابين تشتروها بس حاليا ناسيها او باي باي حموشي. اوكي اوكي، ف مثلا تريدون تسوون صور للتحديث اشياء بس انتم قاعد تنسوهن، فلذلك انبهكم عليها. فيعني من العنوان كاتبه لكم عم تنتبهون لهذا الشيء. فانا مثلا اني حابه ايضا اشتري كم اثاث، ما دام عندي 1500 كوينز خلي اروح اشتريهن استفاد اكثر اشتري بيهن لان قرب التحديث يخلص، وسهم اقول لكم شو وقت بالضبط يخلص. ويا بين اصدقائي، فطبعا اروح اخر شيء. اوكي فمنها راح اشتري هاي الاشياء الغاليه، يعني دائما ما اشتري يعني اقول غاليه ليش اصرف جواهر هاي، فنشتري مثلا من هذه كم ما اتندم. او ماي جاد. اوكي فشو بعد اشتري مثلا؟ لا هاي صار عندي هواي منها. هذا مثلا، هذا على شكل هديه حلوه. اوكي ايش قد بقالي؟ 700. اوكي اقدر اشتري بعد. شنو اشتري بعد يا اصدقائي؟ اوكي اتوقع بس ما اعرف. اوكي بعد نشتري هذه، يمكن اشتريتها مرتين، المهم عادي عادي، المهم نكررهن ولا يطلع ناقص فيهن. فاشتري هذه ايضا، صح والله انا ايضا هذه هم اريد اشتري، اشتريت اثنين هسه خلاص، وان شاء الله اقدر اجمع اكثر على مدى اقدر اشتري. هي هاي هسه اشتريتها قبل شوية، لان يا اصدقائي بالنسبة لي حلوة وفي الديكور تطلع تجنن. اوكي فهسه يا اصدقائي يعني بسرعة روحوا ادخلوا على اللعبة، انشروا الصور انتوا حابين يعني تنشروا على متصل كذكريات وهذه الاشياء. وايضا يا اصدقائي اشتروا الاشياء اللي انتوا ما مشتريها، يعني عندكم كوينز ليش ما تشتروها؟ اشتروها يا اصدقائي، جمعوا بسرعة تشتروا الاشياء اللي انتوا حابيها، كبروا حيواناتكم اذا حابين. فلذلك استعجلوا يا اصدقائي قرب التحديث يخلص. يس حصلت على هذه يا اصدقائي، هذه تدرون في الارشيف، ما اعرف ليش ما اشتريتها اصلا، لان اصلا ما شفتها في الارشيف، ما اعرف ليش ما اشتريتها الصراحه. واخيرا حصلتها في الصندوق. اوكي فنشوف شنو عندي بعد اشياء ما محصلتها اصلا. هذا شوفوا هاي الثلاجه من شيء نادر هم هذا، فيا رب احصلها. فانتوا ايضا افتحوا هاي الصناديق راح تحصلون اشياء تبع الارشيف. فاوكي اصدقائي ويلا هم اللي ما مشتري هذا الملابس اللي تخبل اشتروهن، اشترون يا اصدقائي والله تفوتكم، فاشترون يا اصدقائي الكل اللي اشتريتهم من ذاك الكريسماس على مود ما اظل اتندم انه بقول ليش ما اشتريت هذه. اوكي اشتروا الاشياء اللي في الحقيبة هنا على مود مثلجات هنا موجود واشياء، فاشترون يا اصدقائي كلهن. وهسه راح اقول لكم شنو شو وقت انه ها صح، لا قبل اقول لكم شو وقت يخلص التحديث، ايضا روحوا على العروض اشتروا العروض يا اصدقائي اللي حاب يشتريهن، اشتروا هذا يعني افتحوا هذا الصندوق لان فيه ملابس تبع كريسمس مجانية في الاعلان تحصلوهن، وايضا فيها كيك واشياء هذه.
فيعني أشياء تنتظركم يا أصدقاء، فلذلك اشتروهم خلال هذه الأيام اللي راح تخلص للتحديث. فشوفوا هسه أنا حصلت على الكيكة بس بسرعة ضغطت. أوكي خلينا نفتح نقلل ونشوف ايش راح أحصل أصلاً. أوكي حصلت 400 كونز، قبل شوي حصلت على الكيكة على شكل شجرة أو جبل أو ما أدري شنو هذا. فافتحوني يا أصدقاء قبل لا يخلص التحديث، إنه بتروح عليكم وهي فيها ملابس كريسمس. شوفوا هي الملابس اللي في الصورة أصلا ملابس حلوة وتناسب للبنات والأولاد، قدرون ترهموهن ويا مثلا شوفوا يا الكيكة حصلت أول شيء، وتقدرون ترهموهن ويا تنورة، قبعة تبع بنات، أشياء هذه يعني كلش حلوة. حصلت على هالكيكة تبع الفراولة كلش أحس شكلها، أحسها حلوة. فاشترون يا أصدقاء، افتحون يا أصدقاء، هذهم اشترون، بس أتوقع هذا ما راح يروحن. ما أتوقع يعني نفس هاي تبع تحديث الكرة، نفس هاي التحديثات اللي ظلت نفسها بعد ما راحت. اشتروا يا أصدقائي هذه الأثاث، ملابس والأشياء تبع الحيوان والأثاث كلهم اشترون يا أصدقائي، تبقى ذكريات لكم وملابس حلوة هي بعدين. فلذلك أصدقائي اشتروا قبل لا يخلص التحديث، لأنه صدقوني لما أنتوا ما تشترون أشياء في التحديثات حتتندموا، لأن هواي صارت وياي صراحة. فظلت اتندم اقول ليش ما اشتريتها، ليش ما كررتها، ليش ما سويت هيجي، فانقهر بعدين. فلذلك اصدقائي اشتروا احسن من ما تتندموا، شعور الندم مو حلو ابدا. اوكي فهسه خليكم لكم متى يخلص التحديث. تمام يا اصدقاء، فشلون تعرفوا؟ ممكن اغلبكم ما يعرف، ما اتوقع احد ما يعرف، لكن راح انبهكم عليها. تروحوا تضغطوا على الايفنت باس فقط، وراح تعرفون من هذه العلامة الفوق اللي فيها الساعة ايضا، وهنا راح تعرفون متى راح يخلص التحديث. راح يخلص التحديث بعد يا اصدقائي يومين واربع ساعات. اوكي فلذلك اصدقائي وقت جدا قصير، يومين واربع ساعات قصيرة، يعني قربنا على اليوم على الحكي. وطبعا بهاليوم الايام يا اصدقائي اتوقع يوم الجمعة راح ينزل تحديث الصين، لانه بعد يومين يخلص تحديث الكريسماس وراها اكيد راح ينزل تحديث او شيء ما اعرف، نشوف بيكي كزي شنو محضرتنا، لكن احتمال راح ينزل تحديث الصين يوم الجمعة. فصراحة متحمسة، واتوقع اليوم راح يدزونا ايميل لانه اليوم ثلاثاء، فاتوقع هالشي لانه متعودين بيكي كزي دائما تدزلنا ايميل في نص الليل. فالمهم انا راح انشر لكم يوم الاربعاء اتوقع، ما اعرف اشوف. اوكي اصدقائي، وطبعا خلي اقول لكم متى باقي هاي الصناديق عم تفتحوهم، باقي 6 ايام يعني لما يخلص التحديث. اوكي هل هي راح تبقى او لا؟ ما اتوقع. فشوفوا هنا مكتوب في 2022. اوكي شو رايكم سنه 2022؟ صراحه هي كانت حلوه، فيها انجازات، فيها اشياء فسوينها يعني في القناه قصدي. شوفوا حبوش يضحكني شكله. اوكي اوكي قاعد جو في مدينة قبل شوي شفته يا اصدقائي، كان طريقة المشي تبع الضحك. اوكي فيلا اصدقائي خلينا ننهي هذا الفيديو لحظة شنو. اوكي قام يضحك صراحة. هلو اوكي اصدقائي، فطبعا نجي حموش شوكت ما نخلص الفيديو، فخلينا ننهي الفيديو سوية. يلا تعال. وبس يا اصدقائي كان الفيديو اليوم، لا تنسوا تشترون هالاشياء قلت لكم عليها حموش، وبس ظل يتجول في المدينه ما ادري ايش يسوي. اوكي اصدقائي فما اجوي اما اخلص الفيديو. المهم وبس يا اصدقائي حطوا لايك واشتركوا وبس باي باي.